أستاذ جهاد، بعد مدرسة التابعين والحادثة التي وقعت والاستهداف الإسرائيلي، خرجت بيانات من معظم دول العالم تدين ما حدث. فلماذا تريد إسرائيل بتخطي كل الحواجز الحمراء وتحدي المجتمع الدولي الذي يطالب يوميا بضرورة إيقاف هذا العدوان الدامي على غزة؟ ما دام إسرائيل تركن إلى الحصانة التي توفر لها الولايات المتحدة الأمريكية في المجتمع الدولي والإفلات من العقاب، ستستمر في إجرامها ضد الشعب الفلسطيني. وما دام المجتمع الدولي لا يتخذ إجراءات لعزل الحكومة الإسرائيلية أو إسرائيل عن المجتمع الدولي والعقوبات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، أعتقد أن إسرائيل ستستمر بهذا المنهج، وهو ليس منهجا جديدا. على مدار 76 عاما منذ عام 48 قامت إسرائيل بارتكاب العديد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني. صحيح أنه في الأشهر العشر الأخيرة كانت أوضح بكثير في قطاع غزة، لكن أيضا في الضفة الغربية عندما يتم اغتيال 10 أشخاص أو 15 شخصا في يوم واحد في مدينة أو مخيم أو قرية في الضفة الغربية، جميعها مجازر للاحتلال الإسرائيلي ارتكبتها دون أن تتعرض للعقوبة، دون محاسبة من قبل المجتمع الدولي. وجميع الإدانات والاستنكار الذي يقوم به والامتعاض والقلق الذي يعبر عنه المجتمع الدولي لا تلتفت إليه إسرائيل في ظل هذه الحكومة التي تشكل من عصابة للمجرمين، أغلبهم كانوا مطاردين أو مطلوبين للشرطة الإسرائيلية مثل سموتريتش، والذي اعتقل في مرات كثيرة لتمرده على الجيش وتمرده على الحكومات السابقة. بن غفير لديه 70 مخالفة سير مسجلة بحقه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى سجله الإجرامي. في كل الأحوال نحن نرى بأن القلق والاستنكار والإدانة لا تهم الاحتلال الإسرائيلي. الفعل والعقوبات التي يمكن أن تفرض على الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تشكل تحولا في المجتمع الإسرائيلي. أنظر على سبيل المثال في دول الاتحاد الأوروبي، قبل يومين قام وزير الجيش الإسرائيلي بسحب الامتيازات الدبلوماسية من عدد من الممثلين الدبلوماسيين الذين يعملون في الضفة الغربية من النرويج، لدولة النرويج. لم ترد دول الاتحاد الأوروبي على هذا أو الدول الأوروبية على هذا الفعل الدبلوماسي أو غير الدبلوماسي اتجاه بعض الممثلين الدبلوماسيين. وبالتالي الإدانة ليست لها أهمية في العرف الإسرائيلي. ما لم يعاقب الإسرائيليون، ما لم يقاطع الإسرائيليين على الجرائم التي يقومون بها. وهنا تكمن نقاط الاستفهام وعلامات الاستفهام. نعم. أستاذ جهاد، لأنه من أمين العقوبة سيستمر في ارتكاب المجازر وهو أسأل.